مالك؟ مفيش، تعبانة أوي في الشغل. شغل بس؟ لا، الحقيقة الواحد بيشتغل 18 ساعة في اليوم. عايزة أروح للدكتور، مش لاقي وقت حتى أروح عشان أشوف موضوع الخلفة ده. تفكري في الولاد. أمال هفكر في إيه غيرهم؟ نفسي يبقى عندي طفل، مش طفل واحد بس، نفسي يبقى حواليا دستة عيال كمان، أخلف 5 6 عزوة طول عمري وأنا لوحدي، لا ليا أخ ولا أخت، وأبويا مات وسابني. وأنا كمان يا حبيبتي نفسي يكون لي ولد من أجمل ست في الدنيا. بجد؟ طبعا بجد. يعني أنت ما بتفكرش إن أنت خلاص خلفت وبقى عندك عيال من ست تانية، ليه بقى تتعب نفسك وتخلف من واحدة تانية من أول وجديد؟ حبيبتي معاك انتي، نفسي يبقى عندي عيل واتنين ودسته زي ما انتي عايزه. ربنا يخليك ليا يا رب. يخليك ليا. اشربي يا حبيبتي. اعمل لك ساندوتش؟ على فكره انتي عارفه ان انتي ومهره وكذا حد تاني مترشحين لجائزه احسن ممثله في المهرجان؟ بقول لك ايه؟ انا مش طايقه البت دي خالص. اي حد في العالم ممكن ياخد جايزه عادي بالنسبه لي، الا البت اللي سرقت فلوس عمليه امي دي بالذات على جثتي. بس يا ستي ولا تزعلي بس، انا هظبطها لك. ما ينفع النبي احلف. انت ناسي ان جوزك رئيس تحرير اهم جورنال في البلد ولا ايه؟ طب انا بقى عايزاها تقعد في البيت وما تشتغلش تاني ابدا. من عينيا. ربنا يخليك. شرب شرب.